النهاردة في الأبد هو الآن النسخة الثالثة هنا في الأهرامات زي ما انتوا شايفين. عندنا 14 فنان منهم جي آر، هو مشروع اللي كان عامله السنة اللي فاتت، فأنا بدعو أي حد تصور السنة اللي فاتت يجي يشوف لو صورته موجودة ولا لا. عندنا فنانين من العالم كله، عندنا من فرنسا، من إنجلترا، من البحرين، من أمريكا، من اليونان، من السعودية، الإمارات، من مصر طبعا، ومن البرازيل. السنة دي المختلف زي ما انتوا شايفين انه العمل الاعمال تفاعلية، يعني الناس بتخش جوه الاعمال الفنية، لان احنا اكتشفنا في النسخة الثالثة بعد كل السنين دي قد ايه في تفاعل مع الجمهور. فالجمهور المرة دي هو جزء من العمل الفني، يعني الزائر هو جزء من العمل الفني. في هذا الحقل اللي احنا موجودين فيه في هاي الساحة على هضبة الهرمات، وجود أعمال الشيخ راشد، معالي الشيخ راشد، موجودة بشكل مجسمات ضخمة اللي هي جزء من المتاهة اسم العمل، واللي يحكي عن الحضارات الموجودة في الحضارات الشرقية. فهاي المجسمات بكل نقوشها وبكل حروفها وابداعاتها الشكل جزء من الحضارات، سواء كانت الحضارة البابلية أو الأشورية اللي موجودة في العراق أو الكندية اللي موجودة في سوريا، وأيضا الحضارة الموجودة الهيروغرافية اللي هي حضارة مصر، وأيضا المسمارية طبعا مثل ما نعرف الحضارة المصرية اللي هي اللي تشكل بالصور والأشكال المختلفة. فإحنا إحنا في موجودين في هاي الهضبة الموجودة لمعالي الشيخ الفنان معالي الشيخ راشد، اللي قدر يلحم جميع هاي الحضارات مع بعضها بتلاحمها بكل نقوشاتها وبكل صورها اللي تعطينا بالشكل بارتفاع المجسمات العالية بهاي المجسمات الكبيرة. فهذه أنا جدا فخورة في وجود فناننا مبدعنا معالي الشيخ راشد، وإحنا جايين في أرض مصر الحبيبة واللي هي لمت 14 فنان عالميين اللي قدروا أن يصقلون شيء يتعلق بحضارة مصر العربية. اليوم إن أنا في هذا الحفل الكبير اللي شكل لي هويتي بأني أنا فنان، يشكل لي هويتي ويشكل لي شيء عظيم يعني لوجودهم، يعني تلاحمها مع حضارة هاي المجسمات اللي هي جزء من المتاهة مع الحضارة الهيروغرافية المصرية الموجودة عندنا. سعدنا كثير في زيارة هذا الصرح الجميل جدا اللي يعبر عن الحضارات عبر العصور، وهذا الموضوع اللي بحث فيه الفنان ليس بقليل. دور الفنان أنه هو يستمر يبحث حتى يجد الحقيقة، فهذه عبارة عن رموز مخفية في باطن الأرض ولازالت مخفية في روايات، وفي طبعا هناك كثير منها اللي بحثت في السابق وما زالت تبحث للاستكشافات الأثرية. فالفنان هنا قدر أنه يسبق الزمن ويظهر هالاستكشافات وعلاقتها بالحضارات القديمة الموجودة عندنا وفي الأساطير، لأن هي كثير علاقات مرتبطة مع الحضارات القديمة. فإحنا أول شيء سعيدين جدا أن هذه الصرح وهذا الأعمال الفنية مقام في مكان جميل جدا وفي بلد جميل جدا، بلد له تاريخ عظيم، وبصراحة يعني الواحد يعني ما يقدر يتكلم عن هذا الموضوع لأنه يحتاج وقت كبير إذا يتكلم عن الحضارة المصرية القديمة. فالأهرامات موجودة من خلفنا وهذه الأعمال الحديثة وهو ربط بين القديم والحاضر، فكيف أن تربط بين القديم والحاضر حتى تستفيد من هذه العناصر التي خلفها لنا ما سبقونا. فعندما الفنان يبحث في هذه المواضيع التي تتناول الأساطير القديمة التي موجودة ومخفية في باطن الأرض ويظهرها إلى الناس بهذا الشكل، أعتقد أنه هو بحث علمي وبحث فني يستحق المشاهدة ويستحق أن نكون في هذا المكان. الرموز الموجودة في هذه الأعمال موجود رموز أساطير القديمة الموجودة والمخفية، فهو العمل يتكلم عن المخفي في تحت باطن الأرض. فأنت كيف تبحث فيها؟ أنت توقع يعني تحاول أن تستجد فيما يوجد،
لان انت لا يعني حاليا هذه الاستكشافات غير موجوده، بس الفنان يسبق الزمن فيها، فان شاء الله يعني تكون ان هاي الرموز موجوده في باطن الارض. فاعتقد انها كلها ماخوذه من السومريه والاشوريين والفراعنه، كلها هاي الرموز كانت عندهم عباره عن خطوط ورسائل. كيف انت توجد هذه الرسائل؟ الرسائل من خلال هذه الاعمال الفنيه. المصادر مهمه جدا، ان الفنان دائما انه هو يبحث في الحقيقه. فاذا انت عندك اسطوره وتحاول ان تظهر هذه الاسطوره في اعمال مثل هذه العمل الفني الجميل، اعتقد انه هو الفنان بدا يدرس هالموضوع، يقرا في هالموضوع، ويحاول انه هو يسبق الاستكشافات الاثريه باعمال فنيه. فهذه كلها عباره عن حقائق، والحقائق مكتوبه، بس انت الحقائق لا زالت في باطن الارض، فاحنا لازلنا نبحث في باطن الارض. مشاركة بعمل تحت عنوان كنوز. الفكرة من العمل هو عبارة عن جزئين، جزء الهرم في الوسط مع الأبية والكثبان الرملية حوالين العمل. الشخص بإمكانه يمشي حوالين الكثبان لغاية ما يوصل في قلب الهرم ويعيش يعني تجربة العمل بحد ذاتها لغاية الوصول إلى الوسط. طبعا تجربة جدا رائعة، كأي فنانة جدا سعيدة أني أحصل الفرصة أني أعرض عمل فني في مساحة أنا أعتبرها عالمية جدا، ومع أعمال فنية تبدأ عمرها من 4000 سنة، مع طبعا الفنانين المشاركين 14 عمل فني الثاني الموجودين حوالين الهرم. فرصة لفتح الحوار ورؤية العمل بمنظور مختلف تماما في مساحة مفتوحة.